في هذه الحلقة راح نعرف عن الراليات الصحراوية أكثر وعلى مخاطر هذه الرياضة الشهيرة وتحدياتها ومميزاتها مع ضيفنا صالح السيف، سائق سيارات محترف من حائل، من أبطال السعودية في الراليات الصحراوية عالمياً ومحلياً، واللي شرفنا وكان من أبطال رالي دكار السعودية 2023 وفاز بالمركز السادس لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة T3. أنا من الصغر يعني محب السيارات ورياضة المحركات وكذا، بس ما حصل لي فرصة إني أشارك. كنت يعني أطلع كثير الصحراء أستمتع، كان العائلة يقدمون يعني في إذا حصل عندهم مشكلة في السيارة بالبر تغريز كذا كانوا يستعنون فيني، يعني لأني كنت يعني أكثر قدرات إمكانيات. الوالد الله يرحمه يعني كان يعطينا ثقة كبيرة أسوق فيه في السفر، أسوق في الصحراء. الحمد لله احترفت الرياضة هذه من هواية ومن حب وشغف. سائق الراليات هو سائق مركبة استخدم في السباقات، في سباقات متنوعة، في سباقات صحراوية، في سباقات على الأسفلت، في سباقات مثل الفورمولا، لكن احنا في الراليات نتكلم عن اللي هو رياضة سباق السيارات الصحراوي.